عاملين سحب المليون، عاملين سحب على العربية بمليون جنيه. اللي هيعمل 5 مشاركات وخمس كومنتات على الفيديو هيخش معانا سحب، وان شاء الله ان شاء الله هيخش السحب وهيكسب معانا العربية. هنعمله الجايزة على بث مباشر ونرفعه التعليقات ونختاره تعليق معين هو اللي هيكسب معانا العربية. تقف كده ليه؟ انت يا ام مش هتمشي. مش همشي رافي. مش هتمشي يا محمد. يا محمد مش هتمشي. لا 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 الله. البحر بتاعك ده انا حاسه يا محمد قلبي بيوجعني يا ابني. هو شايف العيال صغير يا ابني قلبي بيوجعني. يا ام انا مش عيل صغير، انا عندي 25 سنه دلوقتي. يا ابني ملوش دعوه بالسن يا ربي. لو بقى عندك 55 سنه برضه هتبقى عيل في نظرك. طب انا عيل في نظرك بس انا مش صغير. مش هتمشي يا محمد. يا ام امن عليك اهو. اوعي بس امن عليك. امن عليك اهو. ابوس ايدك اخويا، ابوس ايدك اخويا والنبي ما تمشي المره دي. قلبي مش مطوعني يا ابني. والناس اللي واقفه مستناني بره دي ما يروحوا هم. احنا مالنا امال الناس يا ابني. معلش يا والنبي معلش يا اخويا. ابوس ايدك والنبي ابوس ايدك يا محمد. ابوس ايدك يا اخويا. ابوس ايدك يا اخويا والنبي والنبي يا اخويا بلاش المره دي. هودني يا اخويا هودني. هاي دونت. وعليكم السلام يا اختي. هاي دعاء. هاي دعاء. ايه يلا يا محمد يلا فين يا اختي؟ يلا فين يا حبيبتي؟ الوقت يا طنط يلا. من عليك اقعد يا محمد. لا 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 يا اما من عليك والنبي يا اما من عليك والنبي يا اما من عليك يا ابني اقعد يا طنط بسرعه. الشارع كلها مستنيه بره بليز. يا طنط بالله عليك عشان خاطر الوقت يا اختي. بالله عليك انت بالله عليك انت يا اختي سيبينا في حالنا يا اختي. انت شكلك رايقه كده وفايقه. روحي يا اختي روحي. هو ابوكي فين يعني؟ اللي حاكمك اللي انيكي ده فين؟ الله يرحمه. الله يرحمه. ما فيش حد انيكي؟ ما فيش حد يحكمك؟ وقفت يا بنت في حد؟ انا عندي مامي وهي اللي حاجزه. يلا يا محمد. مامي مين؟ تعالي محمد مين وتذكره مين؟ انا مامي محمد. يا طنط بليز بقى الوقت. بصي يا حبيبتي بلا بليز بلا بلاويز والنبي يا اختي سيبينا في حالنا. احنا ناس غلابه ومش بتوع اللي انت بتعملوه ده. يلا يا اختي محمد يلا يلا يا محمد احنا اتاخرنا. يا محمد اقعد. انا دافع فلوس يا ام. يا اما فلوس يا ام. دافع فلوس والله كتير. اديك قلبي اديك قلبي والله. يلا سيبينا في حالنا. اسمعي بس يا طنط. البنات الملزقه دي جايب لي بنت ملزقه وتقول لي يلا يا يلا بليزي مين؟ ايه ده؟ صاحبتي يا اما فين؟ صاحبتك يا اختي. خش يا اخويا خش يا اخويا. خد لك دوشي كده. يعني ينفع انت عملت كده؟ خش خد لك دوشي. هو في ايه؟ السلام عليكم خالته. هو فين محمد؟ ايه يا ابني فين مالك يا ابني قاعد ليه بتعمل ايه؟ انا هقول لك يلا بينا يا عم. بس يا عم انت ده بس يلا بينا ده لابس الشورت وال يا ابني اقعد. انا تعبت النهارده. في ايه؟ ايه خالته فين مالك؟ بس يا ابني معلش قلبي قلقان ومش معلش. المره الجايه ان شاء الله هبقى اوديه. مش هبقى اوديه اخويا معاكم المره الجايه. يلا اخويا مين ده اللي هتوديه المره الجايه؟ واحنا رايحين حضانه ولا ايه؟ يلا اخويا عشان تاني. ايه يا عم عيب كده؟ ايه قوم بس ابقى اروح اشوف تيجي ورا مين؟ ايه ده اهو الكلام ولا؟ يلا اخويا يلا اخويا يا خالته ثواني بس يا خالته. روح ورا البيت. دافع فلوس والله. روح ورا في بنت دافع 5000 جنيه. في بنت جت هنا اجري ورا. حلوه حلوه والله حلوه. مين؟ اجري بس مين؟ انت حلوه كده وشعنونه. يلا اه والله يلا. قد ايه هي؟ حلوه. معاك رقمها؟ لا روح بس انت. طيب هو في ايه؟ سلام عليكم. مساء الخير يا اختي. عايزه محمد والله. ايه عايزه محمد عشان الباص على الباب. اهدى نفسك. عايزاني يا ابني؟ اهدى. ايه عايزاني يا ابني؟ اهدى عايزاني. بس انا عايزه افهم. انا بتكلم انا بتكلم الكبيره بتتكلم. يا استاذه ايه يا حبيبتي؟ عايزه ايه خير دلوقتي؟ محمد دفع فلوس وخلاص احنا عايزين نمشي. انا مش عايزه الفلوس. متنزل تركبي حد تاني. انا عايز الفلوس يعني ربك يروح عليك. يا ام انا عايز الفلوس. مش مهم يغور الفلوس. 5000 جنيه دي كلهم ايه يا ابني؟ يا ابني يا عم يا ام فلوس يا ام يا ابني اقعد. 5000 ايه يا حبيبتي؟ شويه. لا لا الله انا متبرعه لك. يلا حبيبتي لا حول ولا قوه الا بالله. يا عم يخرب بيتكم. في ايه ياما؟ ينفع كده الناس اللي انت عماله تكرشي فيهم دول ياما؟ انا هقول لك الصراحه يا اخويا. انا حلمت حلم ياما دلوقتي ياما. حلم ايه؟ ابني حبيبي ماله؟ ماله اخويا؟ فين؟ ابني فين؟ واحده واحده يلا بينا بس. يلا بينا تعالى نروح نشوفوه. ابني فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. محمد ابني. بسم الله الرحمن الرحيم. استر يا رب استر يا رب. ايه اخويا حلمت بك حلم مش حلو. حلمت ان انت بتغرق في البحر. اغرق؟ ما انا بعرف اعوم ياما. يا ابني معلش بقى انا قلبي كده. هو مش رايح يعني مش رايح. بقول لك ايه، انا حاولت بس اخش اسوي لك فرخيه كده حلوه واشويها لك من اللي انت بتحبها. يعني بعد كل ده ياما؟ معلش يعني بعد الناس اللي انت. طب هو اودي وشي منهم فين ياما؟ يا عم ولا وشك. هم عايزين مننا ايه يا ابني؟ ومحدش له عندنا حاجه ياما. الوقت اتاخر ياما. الحق طيب ياما. خلاص يا محمد بقى. خلاص يا محمد بقى عشان خاطر امك يا ابني. انا قلت لك ابوس ايدك. يلا انا هديك فلوس الرحله. يلا قوم يلا قوم. على قد كده انت خايفه عليا يا ابني؟ وانا ليه الا انت يا ابني؟ ده انت داري وسندي. يلا قوم قوم يلا. طيب يلا قوم. ده انا عامل لك شويه اكل دلوقتي. ايدك وصوحك بس اخش اغير بس عشان لسه جايه من بره. طيب يلا اخش انام شويه. طيب وانت ايه؟
هتضرب مني. طب نام عبال ما اخلص الاكل وانا هصحيك عشان تاكل. ماشي. يلا حبيبي يلا يلا. محمد انت ما تردش عليا ليه؟ ولا محمد رد بقى قوم يا محمد انت ولا قوم يا ولا عملت لك الفراخ يلا انت ما كانش نومك كتير. محمد قوم يا ابني عملت لك انت زعلان مني؟ انت زعلت مني يا محمد؟ ها طب انا مش هزعلك. طب قوم يا محمد. طب بص قوم روح مع اصحابك. قوم انا هاجر لك اتوبيس وروح مع اصحابك. قوم يا محمد. يا محمد قوم محمد يا محمد قوم يا محمد يا ابني. ولا انا ما زعلتكش والله والله يا ابني ده انا خايفه عليك انت. قوم يا محمد. بص حبيبي ابني حبيبي قوم والنبي يا محمد قوم. بص حبيبي طب انا هوديك الاتوبيس. انا هاجر لك اتوبيس لوحدك بس هو ما تسيبنيش يا محمد.